السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوفل اللي هو التيست اوف انجلش از فورين لانجويج طبعا دوت مهم جدا، وبيفيد في مجالات كثيرة جدا، في العمل، في الهجرة، في الحصول على مميزات كثيرة في عملك كالترقي والدراسة في الخارج، في الجامعات الخارجية والدولية وكده. وهحاول في الفيديوهات اللي انا هنشرها ان شاء الله، وان انا اديكم اكتر قدر من المعلومات والتدريبات والاختبارات على التوفل، علشان لما تخش الامتحان بتاعه تكون في غاية الثقة ان شاء الله ان انت تنجح وربنا يوفقك. ما تنساش انك تشجعني بالضغط على علامة الإعجاب اللي هي تحت الفيديو، اللي هي الإيد المطبقة وصباع مرفوع، وتنشر الفيديو للمزيد من الإفادة لإخوانك وأصدقائك، وتشترك معانا في القناة ليأتيك كل جديد إن شاء الله. والفيديوهات الجاية هيكون فيها المزيد من التدريبات والاختبارات وإلى العمل وإلى الاجتهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، سوف تسمع جملة باللغة الإنجليزية، ثم يطلب منك اختيار الجملة التي سمعتها من 4 جمل سنكتبها لك، سواء A أو B أو C أو D. يمكنك ترك الإجابة في كومنت، وسوف نعطيك الإجابة الصحيحة في آخر الفيديو إن شاء الله. بالتوفيق. The weight of the bag is 60 pounds. هل عرفت الحل؟ الحل هو الثالث، LC. بالتوفيق إن شاء الله، ترقبونا في الفيديو القادم للمزيد من الأسئلة والأجوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.